بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله تعالى نحمده ونستغفره ونستهديه ونسترشده ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، أدى الأمانة وبلغ الرسالة ونصح الأمة وكشف الغمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد في الأولين وفي الآخرين وفي الملأ الأعلى إلى يوم الدين. أما بعد، معاشر الحضور من المسلمين والمسلمات، أوصيكم أولاً ونفسي الخاطئة المذنبة بتقوى الله، وأحثكم على طاعته، وأستفتح بالذي هو خير. يقول رب العزة جل وعلا بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. ثم أما بعد، معاشر الحضور من المؤمنين والمؤمنات، أخرج الإمام الترمذي في السنن من حديث شداد بن أوس رضي الله تعالى عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الكيس من دان نفسه وعمل لما بعد الموت، والعاجز من أتبع نفسه هواها وتمنى على الله. أريد من خلال هذا الحديث النبوي الشريف أن أقف مع حضراتكم وقفة تأملية، وإن كانت السلسلة التربوية التي نحن في خضمها تربية الأجيال والأبناء هي في غاية الأهمية، وهي من المواضيع الشائكة الصعبة التي ينبغي أن نعيرها كل اهتمام، لكن أردت أن أقف معكم هذه الوقفة في الجانب الروحاني وفي الرقائق تقوية لإيماننا وصلاحا لأنفسنا، حتى نزداد قربا من الله العلي الكبير جل جلاله وعم نواله. فإليكم ما يلي قول النبي صلى الله عليه وسلم: الكيس العاقل الفطن الذكي صاحب العقل السليم صاحب الفطرة السليمة. الكيس أولا من دان نفسه، من دان نفسه بمعنى من حاسب نفسه، ألجمها بلجام التقوى، ومنعها من الشهوات والملذات، وأخضعها لأمر رب العالمين، إنصاعها لأحكام الله، جعلها ممتثلة لأمر ربها وتابعة لمنهج نبيها صلوات ربي وسلامه عليه. الكيس من دان نفسه المحاسبة، كما ورد عن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه وأرضاه: حاسبوا أنفسكم قبل أن تحاسبوا، حاسبوا أنفسكم قبل أن تحاسبوا. في رواية أخرى لأمير المؤمنين عمر: تزينوا معشر المسلمين للقاء الله، تزين واعلم أن محل نظر الله تعالى قلبك، إن الله لا ينظر إلى أجسامكم ولا إلى صوركم، وفي رواية: ولا إلى أعمالكم، بل ينظر إلى قلوبكم. فتزين، زينة القلوب صلاحها، ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب. المشكلة إخواني اليوم هي صلاح القلوب، صلاح القلوب. احنا اليوم قلبنا نصلح كل شيء إلا القلوب. صلحنا البيوت
وصلحنا المزارع، وصلحنا المصانع، وصلحنا السيارات، وصلحنا أي عطل إلا العطل اللي عندنا في القلوب ديالنا ما صلحناهاش. الأمراض الفتاكة الروحانية التي أصابت البشرية اليوم من شرك وكفر ونفاق ورياء وعجب وسمعة وإلى ما هنالك من الأمراض التي أصيبت بها البشرية بيد الله، ولكن ما كاينش اليوم مستشفيات والكلينيكات والسبيطارات ديال تداوي ديال القلب، ما عندناش مؤسسات اللي كتصلح القلوب. اي مرض يصيب البشريه عنده السبيطار ديالو وعنده الكلينيك ديالو وعنده الدواء ديالو، ولكن هذه الامه المباركه مازال ما بغاتش تاخذ الاتجاه الصحيح باش تعالج القلب ديالها عن طريق غرس الايمان فيه والعقيده السليمه والمنهج السليم والفكر السليم والاستقامه على منهج الله وعلى طريق رسول الله صلى الله عليه وسلم. طاعه الكيس، هذا هو العقيد الصحيح، عندك تمشي غالب. الكيس من دانا، حاسب نفسك. المصيبه اللي تصابوا بها الناس اليوم اخواني هي ان الناس يحاسبون كل الناس الا انفسهم. الراجل كيحاسب المراه، والمراه كتحاسب الراجل، والوالدين كيحاسبوا الاولاد، والاولاد كيحاسبوا الوالدين، والنساب كيحاسبوا النسيب، والنسيب كيحاسب النساب، والجيران كيحاسبوا بعضياتهم، والدوله كتحاسب في الشعب، والشعب كيحاسب في الحكومه، ولكن ما كاينش اللي كيحاسب نفسه. ما كاينش اللي كيحاسب نفسه. ما كاينش اللي كيوقف واحد الوقفه تامليه مع راسو يقول انا بعداش كنسوى، اشنو هو اللي فيا مزيان واشنو هو اللي فيا خايب، اشنو هي العيوب اللي فيا واللي خاصني نصلح. انا عامر بالمشاكل، انا عندي امراض كثيره وخصني نداوي راسي، فيا الكذوب، ما فياش المعقول، فيا الغش، فيا التحريميات، فيا سوء الظن، فيا النوايا الخايبه. عامر فيجات ديال المشاكل عندي في القلب، فيجات ديال المشاكل عندي في الراس، ما كنعرفش شنو هي الجديه، وما كنعرفش شنو هو الصراط المستقيم، غير كنقرا في سوره الفاتحه كنقول اهدنا الصراط المستقيم، اقل قليل كنقولها 17 مره في النهار، ولكن المنهج ديال الحياه ديالي كله مخالف الصراط المستقيم، غادي في شي صراط اخر من غير الصراط المستقيم اللي بغى مولانا سبحانه عز وجل. ولكن سبحان الله عندنا الجرأه، عندنا الجرأه، وعندنا البساله والشجاعه اننا نحاسبوا كاع عباد الله الا روسنا. ما عندنا الشجاعه الحقيقيه باش نشوفوا وجوهنا وقلوبنا في المرايه. كل واحد فينا ليصلح نفسه، إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغير ما بأنفسهم. والله ربي ما يغير الحال ديالنا، راه ما يحيدنا ربي من الذله العزه ومن المهانه القوه، وما يحيدنا من الذل للنصر، ما يحيدنا من الهزيمه للنصر الى العلو والتمكين الا اذا شدينا في الايمان وطعنا رب العالمين. فقط الكيس من دان نفسه، هل يبغى النبي صلى الله عليه وسلم؟ كن كيس اخي الكريم، واجلس مع نفسك وحاسبها محاسبه دقيقه، حاسبها عن الصلاه، حاسبها عن الصيام، حاسبها على علاقتك بالقران، حاسبها في التربيه ديال الوليدات ديالك، حاسبها في المعاملات ديالك، حاسبها على ذاك اللسان اللي غير مطلوب اللي كذبوا عليك انك راك عندك الحريه وعندك لا ليبرتي ديكسبريسيون، عندك حريه التعبير، والمفهوم ديالها عندك هو تقول لي بغيتي، وراه ما عندكش الحق تقول لي بغيت، خاص تقول لي بغى الله واللي كيرضي الله واللي علمنا النبي محمد صلى الله عليه وسلم.
أنت تمشي غلط تقول لا راه عندي الحق نقول اللي بغيت. ما يرفض من قول إلا لديه رقيب عتيد. قول لي نقول اللي بغيت. وقفوهم إنهم مسؤولون. كل كلمة كتقولها يسألك عليها الله تعالى يوم القيامة. وقول اللي بغيت. الحرية أعطاها لنا ربي سبحانه وتعالى باش نتخذوا القرارات الصحيحة، باش نتخذوا القرارات السليمة، باش ننهجوا المنهج الرباني، المنهج الإلهي، المنهج النبوي. هذا صدق أعطانا باش نمشيو إلى الله عز وجل عن إرادة واختيار وتوفيق من الله سبحانه عز وجل. هذا هو المطلوب. الكيس من دان نفسه وعمل لما بعد الموت. هذا المفكر الصحيح هو اللي كيهيئ وكيوجد الحياة ديالو بعد الوفاة. وابقى مشغول بهذه اللي هنايا كتقد فيها وكتصوب فيها وفي الاخر غدا كتمشي. ولتنظر نفس ما قدمت لغد غدا يوم القيامة. لما غتوقف بين يدي الله تعالى اشنو وجدتي؟ ووجدوا ما عملوا حاضرا ولا يظلم ربك احدا. واسمع النقيض ديال هاد الصفات اللي ذكرنا الان. والعاجز العاجز كسول محبط عاجز. والعاجز من اتبع نفسه هواها. هذا عاجز عنده اونديكاب في الايمان، عنده اونديكاب في القلب، عنده عاهة في الإرادة ديالو، ما كيناش إرادة في التغيير، ما عندوش نوايا صالحة في الإصلاح ولا في الصلاح، مشلول. والعاجز من أتبع نفسه هواها. إلا شفتو شي واحد كيعيش غير في الشهوات وفي الملذات وفي ملذة وطاب وتابع غير النفس ديالو ومخالف لأمر الله ومخالف لأمر النبي عليه الصلاة والسلام، قولوا له أنت عاجز. عاجز لأن ما عندكش القوة وما عندكش الإرادة أنك تضبط النفس ديالك. لأن سيدي ربي قال: وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى. وأما من خاف، هل في خوف الله؟ الرجل المؤمن اللي كيخاف سيدي ربي. واما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فان الجنه هي المأوى. افرايت من اتخذ الهه هواه. الا كان سيدي ربي هو الاله ديالنا خصنا نكون عندنا التوحيد ديال العبوديه لله. قل ان صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك امرت وانا اول المسلمين. هذا معنى الايمان ومعنى التوحيد. لكن لما كيولي الهوى ديالنا هو الاله ديالنا، كنعبدوا النفس ديالنا وكنعبدوا الهوى ديالنا، واللي مسيرنا هو الهوى، اللي كنقولوها كنقولوها بالهوى، واللي بغينا نديروها كنديروها بالهوى، بغينا نعسو نعسو بالهوى، بغينا ناكلو، يعني حتى حاجه ما فيها التزام بامر الله ولا التزام بامر النبي صلى الله عليه وسلم. والعاجز من اتبع نفسه هواها. بنادم طارق الله، ما كاين لا صلاه في الوقت، ما كاين لا قران، ما كاين لا ذكر، ما كاين لا استقامه، ما كاين لا تربيه ديال الوليدات، ما كاين لا ذكر، ما كاين لا توجه، ما كاين لا دعاء، ما كاين لا ابتهال. ولكن في ما تجلس معاه تسمع والله يهدينا، والله يرد بينا، والله يرزقنا حسن الخاتمه، والله يوفقنا للخير. باش راه قبل ما تقول واياك نستعين كتقول اياك نعبد، اياك نعبد. عبد الله باش تعرف لي عندك الحق تقول واياك نستعين. راه ما يمكنك تستعن بالله الا اذا كنت عبدا لله. اياك نعبد. شوف الترتيب في سوره الفاتحه. واش بغيتي الاستعانه بالله بلا عباده الله؟ واش تعبد غير الله؟
الله وتستعين بالله، تعبد غيره، تصلي لغيره أو لا تصلي، تطيع غير الله وتقول له وإياك نستعين. الاستعانة بالله راه ثمرة من الثمرات، كتجي من إياك نعبد. حقق العبودية المطلقة لله عز وجل، انصاع لحكم الله، امتثل أمر الله، امتثل أمر النبي صلى الله عليه وسلم، وحينها غادي ينطبق على قول الله تعالى وإياك نستعين، لأن عندك توجه رب العالمين. هذا هو الكلام. والعاجز من أتبع نفسه هواها وتمنى على الله. هو الاستقامة هكي يتمناها، الهداية هكي يتمناها، كيحلم بها، ولكن عمره ما كينوض الصباح يعمل من أجلها ويشتغل من أجلها ويجعلها هم من همومه ويجعلها شغل من أشغاله ويعمر بها الوقت دياله باش الله تعالى يحقق له ذيك الأمنية أنه يستقيم على شرع الله. أقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين، فاستغفروه فيا فوز المستغفرين.